تعلم بأنصار الله، فهي حركة ولدت من رحم المعاناة واستمرت عليها الحروب لعشر سنوات منذ عام 2004. قتل فيها عشرات الآلاف من الشهداء، عشرات الآلاف من البيوت المدمرة، عشرات الآلاف من المسرحين عن أعمالهم، عشرات الآلاف من المعاقين والجرحى الذين لا زالوا حتى الآن يعانون من حجم الجراح والإعاقة. المفترض أن يعترف بأنصار الله كقوة واقعية في الميدان وكقوة مسيطرة ورقم صعب في العملية السياسية، إلا أن الأطراف السياسية ظلت طيلة الأربعة أشهر تبعد أنصار الله عن المشهد السياسي رغم سيطرتهم على الميدان، مع أن أنصار الله لو كان لديهم أي نية للاستحواذ على السلطة أو الاستحواذ أو تصفية خصومهم لكانت الفرصة الذهبية هي تلك التي بعد أحداث 21 سبتمبر، حيث كان الداخل والخارج مذهول من هول الصدمة. دخلنا صنعاء وكنا نأمل من الرئيس هادي أن يؤمن بأن أنصار الله أصبحوا رقم صعب وأن يصبحوا شركاء في العملية السياسية. واستمرنا نطالب الأخ الرئيس هادي أكثر من 4 أشهر. هو كان يستغل وجود أنصار الله وتواضعهم في الدخول في السلطة لترتيب وضع فقط. لم يصدر أي تعيين لأنصار الله إطلاقا. تردد كلام إن الزعيم علي عبد الله صالح وبعض القيادات في الأحزاب الأخرى مهددة بالتصفية منكم، ما صحة هذا الكلام؟ أعتقد أنكم تعرفون أن نسبة 95% من وسائل الإعلام هي يملكها الإخوان المسلمين في اليمن، وأكثر ما يطبخ من وسائل الإعلام ضد أنصار الله ومن هذه المطابخ، فاستجاء المعلومات من هذه هي عبارة عن يعني الزج بأنصار الله والآخرين في صراعات وتشويه أنصار الله أمام الآخرين. مواقف مصر القومية في مواجهة الاستكبار العالمي وخاصة في الفترة الأخيرة هناك مواقف مشرفة، فأنصار الله يتمنوا مثل هذه العلاقة، لكن بعد ثورة 21 سبتمبر هو حصل تضليل إعلامي كبير لتخويف الشارع المصري من خلال سيطرة أنصار وكلامهم عن سيطرة أنصار الله. السعودية الآن لا يحاربنا بشكل مباشر، هو ربما أن الأشياء الذي نعتب على السعودية من خلاله هو أنها تدعم أطراف تواجهنا في اليمن فقط. نحن نأمل الآن أن يكون هناك يعني فهم للأمر الواقع وفهم لتوجه أنصار الله أنهم لا يحملون أي نوايا عدوان تجاه المملكة العربية السعودية، فنمد أيدينا. اتفق الشعار أنصار الله في مواجهة التهديد الأمريكي والمخطط الأمريكي لاستهداف المنطقة بعد أحداث 11 سبتمبر مع نفس الشعارات التي رفعها الإيرانيون وحزب الله في مواجهة أمريكا، فمعنى ذلك أن هناك قاسم مشترك وهو مواجهة الغطرسة الأمريكية. سنتواصل مع العالم جميعا، والدعم الإيراني قلت لن يغير في المعادلة إطلاقا، ولو كان للدعم أثر لكان الدعم السعودي قد غير موازين المنطقة تماما.